عندي بنايات بسم الله بلش بعد؟ لا لا بعد هلا ما بعد هلا صرت بمرحلة الدعايات بنعلن عنهم وكذا مشاريع كذا في عندك كل الأسعار عندك كل لمين الناس. لمين أنت أصلا لمين عم بتعمر؟ لا يلي بده ما عندي مشكلة مين بده؟ خلجين ما في لا 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 أنا أولاد البلد بعرف خلجين أي هلأ. أولاد بلد اللي فلوا؟ لا أولاد البلد اللي بعدهم هون وبدهم يشتروا في اللي بعدهم هون في نصهم بده يفلوا إيه لا اللي ما بدهم يفلوا اللي بعدهم هون وباقيين أهلا وسهلا فيهم في كل القياسات كل الأسعار بس هني هون اللي باقيين ما كمان خليه يسكروا اللي عليهم ايه معك حق بس لا انا قصدي اللي بدهم يشتروا يعني اللي بدهم يشتروا اي الباقيين هوليك الشقف الباقيه ايه ما هول انجأ معهم ياكلوا عندهم ديونات كتير كمان في الديونات وفي اللي ما معهم ياكلوا انت لمين عم بتعمر بالضبط انا فكري عمر لل شو بعرف مين بده يشتري اللي بدهم يشتروا مين بالبلد مين بالبلد يلي معه مصاري يشتري مين بعد معه مصاري يشتري انت بدك بس حشرية انا بس مارك هون حبيت اسالك انت لمين عم بتعمر تحديدا بتصدق ولا فكرت فيها هالنقطه انا ما فكرت فيها لا والله معك حق 100% شو نعمل هلا بالله شغله ما بعرف وقفوا لي كل شيء يا شباب وقفوا في الشغل خلص يا نسيم قول للشباب يوقفوا ايه وقفوا وقفوا كل شيء وقفوا الشغل ما بقى تكملوا لي شيء ما بقى بدي احط مصاري على شيء انزلوا وقفوا كل شيء وتعال بدي اتصل بباقي لانه هيدي شغله كثير اساسيه كيف ما فكرنا فيها؟ كيف أنا بدي واقف هلأ كل مشاريع بكل المناطق بدي أتصل فيهم بس حرام ليك نسيم متصل لي فيهم ووقفوا بكل المناطق ما في شيء بروح دعان هدي يعني كل بناية عم تعمرها تركها مثل ما هي ايه؟ كم سنة بصنفوا لك يا تراثية